الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إخواني الكرام، حنا كنتواجدوا في واد العياشي، واد العياشي بوق نادل قريبة من سوق الحد، واحد الأرض اللي المساحة ديالها 1000 متر، كتبدا من هاد هذه هي البورنيج ديالها، محفظة ومشات هكاك حتى ديك البقرات الله يبارك، وشد على السور على هاد السكنة هذه. إخواني الكرام، هاد الأرض هذه فيها المساحة ديالها 1000 متر، 1000 متر تيتر فونسي، نركز عليها إخواني الكرام، محفظة بوحدة ماشي على الشياع، ما عندها حتى شي حاجة، يعني تيتر فونسي 1000. ونادر باش تلقى، نادرا هنا في هذه المنطقه هذه باش كنلقاو شي حاجه محفظه بوحدها، لان قليل فين كنلقاو تحفظ بوحدو بهذه المساحه هذه. دائما كنلقاو تيتر مير، ولكن هذه التيتر ديالها بوحدو شاده من هذا القنت، وشاده في كاين هذاك الشخص واقف في ديك البرناج هذيك، وهذه بيستا اللي داخله ليها، طبعا دايره بالسكان كما كتلاحظوا اخواني الكرام. بلاصه زوينه، قريبه لسوق الحد، قريبه تزيئه العمران، ارض مواطيه يبغي يدير واحد المزرعه ديالو صغيره، ولا واحد السكن، ولا هذه طبعا يقوم بالاجراءات القانونيه ديالو من ناحيه السكن، راه عارفي ان خصو يسول على راسو من ناحيه البني ولا هذه، ويدير الشجر ديالو ويسيج، يحفر البير ديالو، الماء ديال لونيب كاين، الضو كاين موجود، جيران تبارك الله دايره بها كما كتلاحظوا. الانسان اللي بغى يدير شي سكن ديالو او شي مزرعه صغيره، جات بلاصه زوينه تلقيها، هو طلق، وفيها راه في المجال الحضري تقريبا، وفي المجال القروي راه بقيرات تبارك الله، وما هادو الله يبارك. والحد ديالها هو هاد الصور هذا، مشات اخوان الكرام كما كتلاحظوا، هي هذه شد على الطريق بيست اللي بدا فيها من الاول، وهنا فين كاين السياره كاين البيكي ديال العود راه فين كيتواجد، هذاك هو البرناج ديالها. الارض اخوان الكرام كما قلنا تيتر فونسي، محفظه ما فيها حتى اشكال من الناحيه القانونيه، ماشي اراضي الجموع، واراضي الجموع ماشي هنا، واخا هنا كاين اراضي الجموع، هذه محفظه، هادي تيتر فونسي ديالها، السيد مصوب وريقته ومحفظ رزقه، ما عنده حتى شي اشكال في الحقيقة، جات زوينة، جات مخيرة كاع، غير من ناحية البني بنادم خصو يصبر معاها شوية وصافي، هذا هو اللي كاين، يحاول يصبر، لا غادي يدير شي مزرعة صغيرة وغادي يصبر، وراه عارف كيفاش يصبر. وهنا كاين السكن، الناس دايرين فيلات ديالهم هنايا، ودايرين مزارع ديالهم تبارك الله هنايا، قريبة للمطار ديال الرباط سارة، قريبة من جميع المرافق، سوق الحد قريبة نستلا بزاف، نكرر إخواني الكرام المساحة ديالها 1000 متر، 1000 متر محفظة، تيتر فونسي. إخوان الكرام، الثمن ديالها غتشوفوه مكتوب على قناة اليوتيوب أو على الصفحة الرسمية ديال جمال للعقارات المغربية، الثمن طبعا قابل للتفاوض كما كنقول دائما مع صاحب الأرض. اللي هي جميل فيها هي تيتر فونسي محفظة بوحدة، هاد 1000 متر، 1000 متر تبارك الله وداخل المجال الحضاري، هذا راه خير تبارك الله، ومحفظه، ايوا يقوم بالاجراءات ديالو، يحفر البير ديالو، ويدير الشجر ديالو، والسكنه عارف كيفاش يدير السكنه ديالو، واللي يخليها واللي يحط فيها رزقه، ودايره بالجيران كما كتلاحظوا، بالمزارع كبرى هنايا تبارك الله، الناس ساكنين. البرناج ديالها هو هذا، هذا هو الحد، وهذه بيستا داخله ليها من الطريق بواحد 200 متر، دخلها من القدرون بواحد 200 متر تقريبا، دخلة
اللي ها هي اللي غاديين هاد الجيران كاملين اللي مشات كامله مشات هكا هي هادي هنا. اخوان الكرام نودعكم واقول لكم طبتم في رعايه الله وحفظه الى عقار اخر ان شاء الله، واهلا وسهلا بكم، دمتم في رعايه الله، طبتم اينما كنتم، غفر الله لنا ولكم، والى اللقاء الى عقار اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you.